بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم سنافرنا القطاعات، إن شاء الله أنكم تكونوا انبسطتم بالفيديوهات اللي قبل هذا الفيديو. تعليقاتكم الطيبة إشي بيبسط الواحد كثير وبخليه يتحفز كمان وكمان. اليوم موضوعنا إن شاء الله راح يكون سهل ولطيف، بيحكي عن مستويات تنظيم جسم الإنسان. للأمانة هذا الموضوع حلو كثير، وإحنا أصلا في الطب يعني كل الدراسة تبعتنا حوالين شو هو التنظيم في جسم الإنسان، تمام، وإنه وين في خلل ممكن يصير في هذا التنظيم إحنا بنحاول قد ما إحنا بنقدر إنه نصلحه، بس مع ذلك مستحيل يرجع زي أول، لأنه إحنا يعني بالآخر مش إحنا الخالقين. إحنا كل اللي بنعمله انه احنا بنحاول ان يعني نعمل اشي مشابه للاشي اللي خلقه رب العالمين. فسبحان الله يعني رب العالمين، يعني الواحد دائما لما يدرس وكل ما زاد علمه بزيد التفكر تبعه في دقة وابداع صنع ربنا سبحانه وتعالى. طيب خلينا نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ستراكشر مش فاهم هاي الصورة شو بدها اياها الدكتورة، يعني انه ولادة وهيك، يعني مش فاهم. على كل الأحوال المواضيع اللي راح تتناقش بشكل عام، اوكي، ليفلز اوف اورجانيزيشن، زي ما حكينا في عنا مستويات للتنظيم في جسم الإنسان. بنبلش أول إشي من أصغر جزء وظيفي في جسم الإنسان. أصغر جزء بيعمل وظيفة اللي هو إيش؟ السل، الخلية. الخلية عندنا هي الوحدة الوظيفية الأساسية، يعني زي ما نحكي الطوبة تبعت ايش؟ تبعت الجسم. زي ما اذا افترضنا انه الجسم زي البيت، فاحنا بنيجي بنحكي عن الطوب هو الخلايا، تمام؟ الخلية هي اللبنة الأساسية زي ما حكينا. إذا جمعنا مجموعة خلايا مع بعضها بصير اشي اسمه تيشو. تيشو معناها ايش؟ معناها بالعربي نسيج، تمام؟ فمجموعة من الخلايا بتكون عندنا نسيج، يعني مجموعة من الخلايا مثلا العضلية بتكون عندنا ايش؟ نسيج عضلي. مجموعة من الأنسجة بتكون عندنا أورجان اللي هو ايش؟ عضو. يعني مجموعة من الأنسجة العضلية بتكون عندنا ايش؟ هارت اللي هو القلب. أورجانز أند الأورجانز مع بعضها أكثر من أورجان بيعملوا عندنا ايش؟ بيعملوا عندنا بادي سيستم، جهاز، تمام؟ جهاز مثلا العصبي المركزي او جهاز الهضمي. الجهاز الهضمي مليان مليان اعضاء، في كبد، بنكرياس، معدة، امعاء دقيقة، مريء، امعاء 12، امعاء دقيقة وغليظة، ويعني مستقيم، مليان اعضاء. الأعضاء كمان، عفوا، السيستمز اللي هي الأجهزة مع بعضها إيش بتكون عندي؟ بتكون عندي جسم إنسان، بني بتكون عندي كائن حي، تمام؟ هنا بده يناقش عنا الخلية أو بمكوناتها. يعني هي أوكي، هي الوحدة الأساسية زي ما حكينا، هي الطوبة تبعت، إذا اعتبرنا إنه الإنسان عبارة يعني مثله مثل البيت، فهي الطوبة برضو إلها مكونات أساسية، ولكن هاي المكونات الأساسية لحالها ما بتعمل إشي إلا إذا كانت خلية. المكون الأهم بنبلش فيه اللي هو نيوكليوس. نيوكليوس هي كلمة لاتينية معناها كور أور سيد، يعني نواة أو بذرة، تمام؟ الوظيفة تبعتها زي ما احنا أخذنا بالأحياء زمان، وزي ما احنا بنعرف إنه بتخزن جينيتك ماتيريال اللي هي المادة الجينية المسؤولة عن تنظيم الخلية، ومسؤولة كمان عن إيش؟ عن انقسامها وتكاثرها. عندنا الميتوكوندريا. الميتوكوندريا زي ما إحنا بنعرف برضو هي مصنع الطاقة تبع الخلية. وظيفتها هي إنها تكون عندنا الفيول، يعني تكون البنزين تبع الخلية. إيش هو البنزين تبع الخلية؟ اللي هو الاي تي بي، أدينوزين ترايفوسفيت، تمام؟ عندنا الرايبوزوم والإندوبلازميك ريتيكولوم. الرايبوزوم اللي هو الجزء المسؤول عن تكوين البروتينات، والإندوبلازميك ريتيكولوم برضو في له يعني في له رول، في له
دور بعملية تكوين البروتينات، خصوصا اللي بنسميها رف اندوبلازميك ريتيكولم. هي أصلا ليش بنسميها رف؟ لأنه بيكون في على الجدار تبعها رايبوزومز، هيها تمام، هاي الاندوبلازميك ريتيكولم، تمام، هاي رف اندوبلازميك ريتيكولم. ليش؟ لأنه في عليها رايبوزومز زيهم، وفي رايبوزومز بيكونوا عادي يعني ماشي، يا اما هون ملزقين في النيوكليوس، يا اما ماشيين وين في الخلية في السيتوبلازم بشكل ايش، حر، تمام. في عندنا الجولجي ابراتس، اللي هو اجسام جولجي، تمام. اجسام جولجي فيها انزيمات مهمة للتفاعلات اللي بتصير جوا الخلية. في عندنا اللايزوزومز كمان، اللايزوزومز بهمني هون تعرف شو معناها الطبي. لايزو من كلمة لايسس، تمام، الواي اس اي اس، تمام، لايسس، لايسس معناها تحليل، تمام. زوم معناها جسم، فالترجمة العربية للايزوزوم هي عبارة عن جسم محلل أو أجسام محللة، تمام، أو هاضمة خلينا نقول. شو هي اللايزوزومز؟ هي عبارة عن ميمبرين. شو يعني ميمبرين؟ ميمبرين يعني غشاء، هاي هنا سيل ميمبرين اللي هو الغشاء الخلوي، صح. اللايزوزوم هي عبارة عن ميمبرين، غشاء، جوا هذا الغشاء في ايش؟ انزيمات هاضمة. الانزيمات هاي بتكون محتوى جوا الغشاء عشان ما تهضم ليش اي شيء في الخلية، تهضم الاشياء اللي الخلية بدها اياها تنهضم، تمام. سيل ديفيجن اند ريبرودكشن، زي ما بنعرف انه الخلايا زيها زي اي شيء ثاني بتتعب وبتموت ولها عمر افتراضي معين. من حكمة ربنا سبحانه وتعالى انه اصلا في عندها اوجد عندنا آليات معينة عشان يجدد الخلايا في جسم الانسان، وعشان يحافظ على الانسان على الخلايا يعني بوجودها ضمن العمر تبع الانسان. طيب، احد العمليات اللي بتصير في جسم في الخلايا عفوا، عملية اسمها ميتوسز، اللي هو الانقسام الخلوي، بالعربي احنا بنحكي عنه الانقسام الخلوي. طيب، ميتوسز هو مصطلح طبي من كلمة ميتوس وكلمة ايش؟ واوسز، اللي هي اوسز زي ما حكينا عنها قبل، كونديشن اكشن اور ستيت، تمام، معناها عملية يعني من الآخر، أوسز معناها عملية، مايتوس، مايتوس معناها خيط. طيب ليش احنا حكينا عن عملية انقسام انه مايتوس؟ يعني ليش هيك حكينا؟ شو دخل الخيوط؟ هسه راح نحكي ان شاء الله. بس هسه احنا قبل عملية الانقسام الخلوي بصير عندنا الكروماتين، اللي هي مادة الكروموسومات اللي هي بتحتوي على المادة الجينية الدي ان ايه تبع الانسان، بصير لها دبلينج يعني بتدق بالدوبل، بزيد حجمها الضعف، تمام، قبل ما نفوت احنا في عملية الانقسام. بصير في عندنا اول اشي طبعا هنا بروفيز، ميتافيز، انافيز، وتيلوفيز، وهي حتى الدكتور حاطط ايش اسمائهم بالعربي. التطور الايش الاول، برو او الابتدائي، يعني برو معناها ابتداء، تمام، او هنا بترجمة العربية لها التطور الاول، تمام. هنا الكروموسومات بتكسر وبتلتم مع بعضها، يعني الكروموسوم بيكون مفروض اكثر، لا بيلتم اكثر على بعضه، و النيوكليير ميمبرين ديزولف، يعني الغشاء اللي بيكون محيط بالنواة بيصير له تحلل، تمام، وبيبلش يبين عندنا اشي اسمه كروماتيدز وسنترومير، تمام. هسه راح افرجيكم ايش هو السنترومير وايش هي الكروماتيدز. ميتافيز اللي هي بالعربي الطور الاستوائي. هنا الطور الاستوائي ايش اللي بصير؟ انه سنتروميرز ديفايد اند الاين ذيمسيلف تو ميدل اوف سبيندل. طبعا ليش بسموها ميتوسيس؟ زي ما حكينا انه ليش حكينا عن خيوط، لانه في عندي اشي اسمه سبندل، اللي هو بالعربي كانه انا متذكر انه بالاحياء كنا نحكي عنه خيوط مغزلية، تمام. الخيوط المغزلية بتشبك على اشي اسمه ايش؟ سنتريول، سنترومير عفوا.
السندرومير هسه عندنا المادة الجينية اللي بتكون جوا النيوكلياس اللي هي جوا النواة، المادة الجينية بتتضاعف زي ما حكينا وبتصير على شكل ايش؟ هيئة كروموسومات. الكروموسومات هاي كل كروموسوم فيه كروماتيدين، تمام؟ متماثلين، تمام؟ ف بيجي بالنص عندنا بتكون اشي استرو سنترومير، قطعة وسطية، تمام؟ القطعة الوسطية هاي في الدور الاستوائي، اعتقد ميتا ما اللي هو الدور الاستوائي، اللي بيصير انه الكرومو السنترومير بيجي بينقسم، وايش بينقسم الى تو سنترومير، يعني كل واحدة من السنترومير هذول القطعة الوسطية بتنقسم لقطعتين، تمام؟ ووين بيلزقوا؟ بيلزقوا في نص منتصف الكروماتيدات، تمام؟ وبتكون الخيوط اللي هي سبندلز، الخيوط المغزلية شادة عليهم، تمام؟ بحيث انه لما تنسحب في الانافيز ايش اللي بصير؟ السنتروميرز اللي زي ما حكيناها انها انقسمت لقسمين بتنسحب وبتسحب معها ايش؟ الكروماتيدات، تمام؟ كل كروماتيد بيروح لجهة. فإحنا المادة الجينية اللي دوبلت قبل الانقسام بترجع زي ما كانت قبل الانقسام بعد في التيلوفيز. التيلوفيز يا سيدي العزيز إيش اللي بصير فيه؟ مش إحنا كل مادة جينية راحت على جهة يمين وشمال، مش إحنا لما ضاعفناهم هون إحنا تضاعفوا قبلها، قبل هون عفوا تضاعفوا، بعدين لما دخلنا هنا اجوا عندنا السنتروميرز الاجزاء الوسطيه هاي، الاجزاء الوسطيه هاي لزقت في ايش؟ في الكروموسومات او الكروماتيدات الشقيقه، تمام؟ لزقت في المنتصف والتصقت كمان بالسبندلز اللي هي ايش؟ الخيوط المغزليه، على اساس انها لما تنسحب، وطبعا انقسمت لقسمين على اساس لما تنسحب ايش؟ كل قسم يروح على جهه، تمام؟ وهي هنا ايش؟ في الانافيز كل قسم فعلا راح على جهه. في التيلوفاز اللي بيصير انه نيو ممبرين فورمز اراوند كروموسوم اند سيتوبلازم ديفايس، يعني مش احنا فصلناهم عن بعض هنا، كل ماده جينيه صارت بجهه، كل مش احنا دوبلناهم اول شيء، بعدين هسه رجعوا زي ما كانوا قبل الانقسام. ببلش يتكون عندنا حوالين الماده الجينيه اللي انقسمت جديده ايش؟ ممبرين، يعني غشاء جديد، بتكون عندنا ايش؟ زي كأنه بداية تكون نواة الجديدة. وبرضو كمان الغشاء الخلوي الكامل، وين الماوس؟ برجع ايش؟ ببلش ينقسم هو والسايتوبلازم اللي هو السائل الخلوي، تمام؟ وبالاخر ايش بصير عندنا؟ تو دوتر سيلز. طبعا هيك انا شرحت لكم محاضرة في البيولوجي اعتقد. الميتافيز زي ما حكينا شرحت عنها، الانافيز طور الصعود، يعني انا صراحة مش مقتنع بالترجمة هاي بس اوكي، يعني احفظوها زي ما الدكتور حاطها. شرحت لكم عنه انه ايش اللي بصير، السنترومير مش احنا حكينا انه ضعف بصير له سيبريت، يعني شو يعني سيبريت؟ يعني بنفصلوا الجزئين اللي ضعفوا عن بعض وكل جزء بسحب الكروموسومات باتجاه الثاني، تمام؟ وكل جهة من الخلية بتحتوي على 46 كروموسوم جديد. تيلوفيز اللي ايش بصير فيه؟ اللي هو الطور النهائي، تيلو معناه ultimate end يعني النهاية المطلقة، تمام؟ في هذا الطور اللي بصير انه الخيوط المغزلية بتختفي والسنتروميرز بتختفي والسيتوبلازم بنقسم، وزي ما حكينا في عنا مايوسز، عملية مايوسز بالعربي او بالاحياء اخذنا انه معناها ايش؟ الانقسام المنصف، واللي بيتكون من الانقسام المنصف ايش؟ اوفا، اوفا يعني بويضات، مفردها اوفم اخذناها على فكرة في المحاضرة السابقة، وسبرماتوزوا مفردها ايش؟ سبرماتوزون، تمام؟ اللي هو الحيوان المنوي. ليش سموه مايوسز؟ كلمة مايوسز معناها listening يعني تقليل، فانت هنا عدد الجينات، عدد عفوا عدد الكروموسومات بقل،
من 46 كروموسوم بكل خلية من هدول الخلايا بيكون في عندنا 23 كروموسوم، يعني زي ما انتم بتعرفوا ما فيش اي معلومة جديدة عليكم لحد الآن، بس كله بالانجليزي، هي كل الفكرة يعني، وبتمشي معاكم عادي وبتتعودوا مستقبلا، ما في اي اشكال ان شاء الله. ابيثيريال تيشو، ايوه هذا برضو انتوا اخذتوه، بس يعني اخذتوه يعني اشي خفيف كثير، وراح تاخذوه يعني بالتفصيل في مادة اسمها الهيستولوجي، علم الأنسجة. هسه هون المطلوب بس منا ان نعرف ايش هاي الاشياء اللي هي ابيثيليوم، اندوثيليوم، ميزوثيليوم، وايش الانواع تبعته هاي، اللي اكيد احنا اول مرة بنمر عليها ومش فاهمينها. اول اشي الابيثيليوم هو عبارة يعني بالتوجيه اعتقد او بالاول ثانوي كان مكتوب بالكتاب عنه انه نسيج طلائي، تمام. ليش سموه نسيج طلائي؟ لانه بتكون عنا من طبقة واحدة او عدة طبقات بسيطة جدا من الخلايا، تمام. طلع انه هنا هذا ايش، نسيج الابيثيليوم بتكون من عندنا ايش، من طبقة واحدة، هاي هنا طبقة، طبقة هنا، طبقتين هنا، بجوز 5 أو 6 طبقات ما بعرف. المهم هذا الاشي اصلا يعني سمكه كثير قليل، فاحنا بنسميه بالعربي بيحكوا عنه نسيج طلائي. هو عبارة عن continuous cellular sheet، يعني زي ما بتحكي غشاء، او عفوا يعني طلاء، او زي ورق الجدران، عامل انه بيغطي body surface، بيغطي طبعا بالنسبة للجلد، الجلد بتكون عندنا الطبقة اللي فوق النهائية من الجلد هي عبارة عن ابيثيليوم، وهسه راح نحكي عنها. طبعا الابيثيليوم بيغطي بعض الاورجانز اللي هي اعضاء، وممكن كمان يكون عندنا الابيثيليوم بعض ال خلينا نقول الجلاندز اللي هي بالعربي ناسي ترجمتها الغدد، جلاندز يعني غدد. اندوثيليوم، الاندوثيليوم طبعا الابيثيليوم بيكون بالعادة بخارج جسم الانسان، الاندوثيليوم اللي هو ايش، الخلايا اللي بتغطي داخل الاندوثيليوم، طلعوا هون هاي هي الخلايا يعني البسيطة اللي بتغطي ما داخل الأوعية الدموية، هي هون عندنا شريان، تمام. الشريان بغطي من جوا إشي اسمه اندوثيليوم، تمام، يعني هي فقط وظيفتها كبطانة لا أكثر. ميزوثيليوم نفس الإشي، بطانة، ولكن هاي البطانة بتكون وين، على بعض الأغشية تبعت جسم الإنسان، أغشية داخلية بتكون، زي البلورا اللي هو الغشاء اللي بيكون بين الرئة والجدار وجدار الصدر، أو البريكارديوم اللي هو الغشاء اللي بلف حوالين القلب، بيري معناها إيش، حول، وكارديوم إيش، قلب. بريكارديوم اللي هو الغشاء اللي بغلف القلب. لحظة شوي أفرجيكم صورة عنه. أيوة أنا في عنا هاي صورة للبلورا اللي هو إيش، الغشاء اللي بغلف الرئة، تمام، بيكون بين الرئة والجدار الصدر من الداخل، تمام، بنسميه بلورا. البريكارديوم بيجي بلف حوالين القلب، نفس الاشي هون البلورا حوالين الرئة، البريكارديوم بيكون حوالين القلب، نفس الفكرة تماما، تمام. البريتونيوم بغطي البريتونيوم كافيتي، هسه راح نحكي عن البريتونيوم كافيتي ايش هو بالضبط، تمام. epithelial tissue may be recognized by number of layers، يعني ممكن احنا نقسم الغشاء او الابيثيليال تيشو هذا، تمام، لاكثر من قسم بناء، اول اشي زي ما حكينا على مكان تواجده، اذا كان في خارج الجسم، جوا الجسم، جوا الأوعية الدموية مثلا، تمام، أو جوا البادي كافيتيز اللي هي التجويف تبعت الجسم. وممكن كمان نقسمه بناء على
عدد الخلايا الموجودة فيه، تمام، في عدد طبقات الخلايا. يعني هنا مثلا سيمبل اللي هو ايش، عندنا طبقة واحدة من الخلايا فقط، تمام، وفي عندنا اشي اسمه ستراتيفايد هو ثلاثة او اكثر من الطبقات. يعني هذا ايش اللي نحكي عنه، ستراتيفايد اكثر من 3 طبقات من الخلايا. وفي عندنا اشي اسمه سودو ستراتيفايد. سودو اذا متذكرين حكينا عنه قبل هيك ايش، انه معناه هو كاذب. فسودو ستراتيفايد هو كأنه بيحكي لنا انه شكله هيك من بعيد ببين انه هو طبقات، بس هو فعليا طبقة واحدة، صح؟ مزبوط، هو هذا اللي بصير. هي تطلع هون، انت اول ما تطلع على هذا بتفكره اكثر من طبقة، ولكن هو فعليا ايش، طبقة واحدة، ولكن ممكن تكون في خلية هيك يعني جاي لتحت اكثر، خلية جاي مثلا حجمها اللي فوق اكبر من تحتها. فانت هيك يخيل لك انه هاي اكثر من طبقة، ولكن دققت شوي بطلع عندك سودو ستراتيفايد، تمام. في عنا برضو كمان طريقة ممكن نقسم عن طريقها الايش، الابيثيليوم حسب شكل الخلية، تمام. شكل الخلية يكون سكويمس، يعني مسطح. هون عندنا ايش، سكويمس، مسطح، خلية مسطحة. وفي عندنا خلايا ايش، كيوبويدل، مثل شكلها مثل ايش، كيوب، كيوب بالانجليزي معناها بالعربي مكعب، تمام، شكلها مثل المربع او المكعب، بنسميها كيوبويدل. في كولومنر، كولومنر ايش، مثل جاي بشكل عمودي بشكل طولي. فاحنا هاي هي 3 تقسيمات بنقسم على اساسها الابيثيليوم تيشو، تمام. في عندنا كمان الكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو، الكونكتيف تيشو اللي هو بالعربي ممكن نحكي عنه نسيج ضام. النسيج الضام ممكن يكون بون، عظم او كارتليج، غضروف، اديبوز تيشو، فات تيشو اللي هو الدهون، تمام. هسا التيشو هذا ليش بنحكي عنه كونكتيف تيشو؟ لانه وظيفته الاساسيه هو انه يحافظ على شكل جسم الانسان ويعطيه ايش، يعطيه دعامه، تمام. بنقسمه لقسمين، دنس ولوز. دنس معناها كثيف، لوز معناها ايش، رخو. بناء على شو بنقسم هاي التقسيمه؟ بناء على انه الكولاجين فايبرز اللي هم ايش، بروتين الكولاجين، جاي شكله مثل ايش، الخيوط، تمام. هاي الخيوط قديش بعيدة عن بعضها، هذا الاشي بيحدد عندنا هذا النسيج، هل هو نسيج ضام كثيف او نسيج ضام رخو، تمام. يعني مثلا في اذا واحد فينا بيعرف كيف الحبل، الحبل عادي، الحبل العادي بيكون عبارة عن خيوط صغيرة، تمام، ولكن هاي الخيوط الصغيرة مجدلة بشكل مرتب بحيث انه مضمومة على بعضها بقوة، وصعب واحد فينا يجي يقطعه بسهولة ابدا، يعني بده صعوبة، وبتحمل الحبل المجدل كويس، بتحمل يعني يحمل اثقال كبيرة. بينما لو تركنا الخيوط هاي وتركنا بينها مسافات شوية وما جدلناهاش، ممكن تتحمل برضو، بس تتحمل بشكل اقل. نفس الفكرة هون، الفكرة هون انه مثلا عندنا العظام بتكون الخيوط تبعت الكولاجين او بروتين الكولاجين شادة مع بعضها بشكل اكبر، وكمان في عليها فوقها كالسيوم، يعني زي ما حتشوفوا في المحاضرات الجاي. فبالتالي ايش، هون بيكون قوة تحمل العظام قوة كبيرة جدا، على عكس مثلا الفاتي تشو اللي هي الدهون. خلايا الدهنية بيكون فيها برضو كولاجين، ولكن يعني متباعدة عن بعضها، ووظيفتها الأساسية عشان هيك يعني هي إيش، إنها تكون كشن زي المخدة، تمام، بحيث إنه تمنع عندي كشن، يعني مخدة للإنترنال أورجنز، للأعضاء الداخلية، بحيث إنه يعني تمنعها من الصدمات او تمتص الصدمات. وكمان بنفس الوقت بما انه فيها فات، يعني معناها في جواتها طاقة، اذا احتاج الانسان لإلها بحرقها بأي وقت. في عنا المسل تيشو،
من مسل تيشو اللي هو ممكن نحكي اللي هو النسيج العضلي. النسيج العضلي عندنا ثلاث أقسام رئيسية له: سكيليتال عضلات هيكلية، وكاردياك عضلات عضلة القلب، وسموث عضلات إيش ملساء. تمام، هسه راح نحكي عن كل واحدة فيهم، بس في عندنا كلمتين لازم نفهمهم. فولنتري معناها إيش؟ إرادي. انفولنتري لا إرادي. استرياتد، استرياتد إيش يعني؟ استرياتد هي عبارة عن إنه إحنا بس نحط التيشيو هذا، يعني بس نأخذ خزعة من العضلة ونحطها تحت المجهر، بنشوف بعض العضلات بيجي فيها إيش تحت المجهر، هذا الحكي طبعا بيجي فيها خطوط، يعني هذا الإشي راح تتعلموه مستقبلا بالفسيولوجي وبالهيستولوجي. تمام، بنسميها استرياتد مخططة. تمام، مش موضوعنا، بس هسه اعرفوا انه في اشي استرياتد مخطط وفي اشي نان استرياتد. السكيليتال ماسل اللي هي العضلة الهيكلية بتكون استرياتد وفولنتري، يعني نقدر نتحكم فيها اراديا، اني ارفع الكاسة زي ما بدي، ارجع الكاسة زي ما بدي، وبنفس الوقت تحت الميكروسكوب مخططة. الكاردياك ماسل اللي هي عضلة القلب مخططة تحت الميكروسكوب، ولكن هان فولنتري، والله مش على كيفي، والله بقول له وقف شوية معلم، بعدين يرجع ضخ، بالله يزود لي ضخ، يعني مش عاجبني، لا انفولنتري عضلة القلب. سموث ماسل اللي هي العضلات الملساء، عضلات الملساء لا هي مخططة ولا هي ايش ارادية، يعني زي عضلة ايش عضلات الامعاء مثلا، المعدة. المعدة انت عمرك حسيت انه المعدة تبعتك بتنقبض ولا بتنبسط ولا بتستشيرك اصلا في الموضوع؟ دائما جوعان. نيرفس تيشو، النيرفس تيشو اللي هو الجهاز العصبي، او عفوا تيشو معناها نسيج، النسيج العصبي. النسيج العصبي زي ما حكينا، النسيج معناها بتكون من خلايا، الخلايا العصبية بتتكون لها شكل خاص فيها طبعا، بتكون من سيل بادي اللي هو جسم الخلية، وأكسون محور الخلية. تمام، وكمان إشي بسموه دندرايتس، زوائد شجرية بجوز بالعربي هيك كان اسمها، تشعبات من الخلية عشان تلقط تلقط الإشارات من الخلايا الأخرى. تمام، أوكي. هنا بادي أورجانز أند سيستم، إحنا زي ما حكينا هنا في عنا أكثر من سيستم، هنا بس قاعد بوصف لك اياهم او بحكي لك اياهم، بعدل لك اياهم. هيمو بايوتيك، هيمو من ايش؟ من كلمة هيم. كلنا بنعرف بروتين الهيموغلوبين، بروتين الهيموغلوبين اللي هو البروتين اللي موجود في خلايا الار بي سيز، اللي هم خلايا الدم الحمراء. تمام، بويتيك او بويسز معناها ايش؟ تو ميك، هي سفكس معناها صنع، فهيمو بيوتيك معناها هو الجهاز المسؤول عن تصنيع خلايا الدم الحمراء، اند اميون سيستم، هذا جهاز كامل، هيمو بيوتيك اند اميون سيستم، جهاز المناعة والدم. تمام، نيرفس سيستم اند سبيشال سينسز، نيرفس معناها عصبي، جينيتو يورينري، جينيتو معناها التناسلي. تمام، جينيتو يورينري هو هاي وورد روت، جينيتو يورينري كمان ايش؟ وورد روت ثاني، تناسلي بولي، جهاز التناسلي البولي. جاسترو انتستاينال، جاسترو زي ما حكينا معدة، وانتستين اللي هي ايش؟ الامعاء، فجاسترو انتستاينال هو الجهاز الهضمي. كارديو فاسكولار، كاردي اللي هي القلب، تمام، فاسكولار معناها ايش؟ بلاد فيزل اللي هو اوعيه دمويه، فهنا هذا الجهاز القلبي الوعائي. ريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي. اندوكراين سيستم اللي هو ايش؟ جهاز الغدد الصماء. انتيجومنتري سيستم، انتيجومنتم هي كلمه لاتينيه معناها ايش؟ تو كفر، يعني الغطاء. تمام، او غطاء، فانتجمنتري سيستم هو الجهاز الغطائي اللي هو بتكون من الجلد وملحقات الجلد اللي هي ايش؟ الشعر، الاظافر،
غدد العرق وهكذا. أهم وظيفة له أنه بيحمي الجسم من الالتهابات والأجسام الخارجية والأشعة الضارة، وبنفس الوقت كمان بنظم لنا درجة حرارة الجسم. لما تزيد درجة حرارته بيعرق الجلد، فبالتالي بنزل الحرارة. لما تكون الجسم بردان، الجلد بيكون كعازل بحيث انه يحافظ على الحرارة الداخلية. ماسكولو سكليتال سيستم. ماسكولو معناها ايش؟ مصل، عضلات، تمام. سكليتال معناها هيكل، سكليتون اللي هو الهيكل العظمي، تمام. فماسكولو سكليتال سيستم اللي هو ايش؟ الجهاز الهيكلي او العضلي الهيكلي، تمام. اللي بعده اورجانيزم، زي ما حكيت لكم انه highest level of organization، ما حكيتها هاي قبل، انه اكثر من body system بيعمل عندنا ايش؟ كائن حي. directional terms، هاي المصطلحات اللي هي بتعطينا فكرة عن ال directions اللي هي الاتجاهات بالنسبة لتشريح جسم الانسان. احنا بنتعامل بتشريح جسم الانسان بيختلف عن لما باجي بدي احكي باللغة العامية يمين شمال فوق تحت، لازم اكون دقيق اكثر ومصطلحاتي بتدل على دقة اكبر. لذلك في عندنا مصطلحات لاتينية اغلبها بتدل على هذا الموضوع. superior معناها فوق، inferior عكسها تحت، anterior معناها امام، posterior معناها خلف. هنا في عندنا كلمتين زيادة اللي هم ventral dorsal. ventral معناها ايش؟ بطني، تمام. دورزل معناها ظهري. هسا بالانسان بزبط لانه البطن تبع الانسان جاي قدام، فبنحكي اي شيء بطني نحكي فينترال. لما نحكي فينترال معناها امامي، تمام، ونحكي دورزل معناها خلفي. بس هذا الاشي مش دائما بيكون صح، تمام. في كائنات حية لا، بيكون مثلا الحية كمان بيكون الفينترال تبعها ايش؟ اللي هو نفسه الانفيريور، يعني بطنها جاي لتحت. فما بالتالي الفينترال معناها بطني، خلينا نحفظها بطني، والدورزال ظهري، تمام، نحفظها بشكل مستقل عن anterior posterior. مية مية. ميديال يعني متعلق بالوسط، تمام. ولاترال معناها ايش؟ متعلق بالاطراف. كيف يعني؟ خلينا نشوف الصورة هون، تمام. ميديال، ميديال هيو جاي قريب من الوسط. لاترال معناها بعيد عن الوسط، تمام. يعني لو اجينا هون حكينا عن الايد بنحكي عنها لاترال. طبعا احنا لما نحكي لاترال بنحكي ايش؟ بناء على، يعني بنوصف هذا الاشي بناء على بعده عن منتصف الجسم، منتصف جسم الانسان. يعني لو اجيت مثلا بدي احكي عن الانف بالنسبة للاذن، الاذن راح احكي عنها لاترال بينما الانف ميديال. لو مثلا اجيت بدي احكي الانف بالنسبة للعين، بحكي الانف ميديال، العين ايش؟ لاترال. لو جيت احكي بالنسبة الاذن والعين، العين هنا بتيجي ايش؟ ميديال، الاذن لاترال. فالموضوع وين؟ الموضوع متعلق بانت ايش بتقارن. وكلمة ميديال تعطى للاشي الاقرب لمنتصف جذع الانسان، تمام. نرجع للسلايد الاولاني. بروكسيمال نفس الاشي. بروكسيمال مختلفة طبعا عن ميديال. شو بتختلف؟ بروكسيمال معناها الاقرب، وديستال معناها الابعد. فاحنا لما نيجي بدنا نحكي بروكسيمال او ديستال بنوصف البعد عن الاشي اللي بنوصف البعد عنه. يعني ميديال احنا دائما عندنا الريفيرنس بوينت اللي هي النقطة اللي بنرجع لها الاساسية، هي الخط اللي في وسط الجسم، نحكي عنها ايش؟ اللي هو بيقسم الجسم بنصين، تمام؟ هسه راح نحكي عنه يعني ايش هو هذا الخط. بس هذا هو المرجع تبعنا في كلمة ايش؟ ميديال ولاترال. بينما كلمة بروكسيمال وديستال، بروكسيمال يعني قريب وديستال يعني بعيد. يعني طلع هنا مثلا ممكن احكي عن اصبع الرجل ايش؟ ديستال، لانه بعيد عن مثلا بمقارنة بالايش؟ الركبة مثلا. الركبة بحكي عنها بروكسيمال لأنها قريبة من جسم الإنسان بشكل أكبر، بينما مبتعدة أبعد منها إيش جاي؟ اللي هو أصبع الرجل مثلا، أصبع الرجل الكبير أو الصغير نحكي عنه ديستال.
برضو ممكن اني اخذ ريفرنس بوينت ثانية يعني، بس المهم اني اعرف وين، المهم اني اعرف حاليا انه بروكسيمال يعني قريب من، وديستال يعني بعيد عن، تمام؟ ديستال للاشي البعيد وبروكسيمال للاشي القريب. ميديال معناها ميديال ولاترال، زي ما حكينا في عندنا ريفرنس بوينت اللي هي هذا الخط، هذا بالنسبة له اي اشي بقيسه ميديال او لاترال، يعني بالنسبة للبعد عنه فقط. نرجع للسلايد، يا رب تكون وضحت. سوبرفيشيال وديب، ايوه هذا السلايد حطيت لكم اياه عشان افهمكم قصة السوبرفيشيال وديب. سوبرفيشيال معناها سطحي، وديب معناها عميق، برضو هذا الاشي نسبي، تمام؟ فانا لما اجي مثلا بدي احكي عن هاي الطبقة من طبقات الجلد، بحكي ايش؟ بحكي عنها سوبرفيشيال مقارنة بايش؟ مثلا الفات اللي هون، الدهون اللي هون، هاي بحكي عنها ديب. بس والله ممكن اجي ايش؟ اقارن مثلا الفات اللي هون بشيء تحتها، بحكي عن ايش؟ بحكي عنها سوبرفيشيال لاشي ديب اكثر منها، تمام؟ فالموضوع نسبي، انه سوبرفيشيال معناها ايش؟ قريب على السطح، وديب معناها ايش؟ كل ما كان عميق اكثر. الانفيرجن والايفيرجن، الانفيرجن هو الحركة للداخل، تمام؟ هاي هنا شايفين الرجل كيف دخلت للداخل، هاي بنسميها انفيرجن، ايفيرجن حركة للخارج فقط، واضحة يعني؟ بدهاش اي توضيح. برايتال وفيسرال، برايتال وفيسرال متعلق بايش؟ برايتال متعلق بالجدار الخارجي، فيسرال متعلق بالداخل، متعلق بالباطن، تمام؟ يعني هون مثلا عندنا البلورا اللي حكينا عنها قبل شوي، اللي هي الغشاء اللي ايش؟ بفصل الرئة عن الجدار الداخل، عن داخل الجدار القفص الصدري. اللي بصير انه احنا عندنا البلورا اوريدي طبقتين، هذا الغشاء طبقتين، طبقة جاي خارجية بنسميها برايتال بلورا، جاي ملتصقة وين؟ هاي الطبقة ملتصقة بجدار الصدر من الداخل، وطبقة أخرى ملتصقة بالرئة نفسها. الملتصقة بالرئة نفسها بنحكي عنها فيسرال، لأنها ملتصقة بالعضو، تمام؟ اللي هي الرئة ملتصقة بالأحشاء، فيسرال، فيسرا بالمعنى العربي لها أحشاء، تمام؟ وبرايتل معناها إيش؟ معناها أعتقد جداري، جداري، تمام؟ ايوه احنا شرحنا هذا السلايد كاملا. طيب هنا body planes and sections، زي ما حكينا اللي هم sagittal plane, frontal plane و transverse plane. نرجع للصورة، لا مش هاي الصورة، هاي الصورة. في عنا sagittal plane او الميديال بلين، تمام؟ هذا البلين اللي هو بيجي ايش؟ خط بقسم الجسم لنصفين اساسيين، يمين وشمال، تمام؟ يمين وشمال، بحيث في بكل قسم ايد ورجل، تمام؟ ومن الخارج كل قسم متماثل عن الاخر، هنا عندي ايد وهنا عندي واجر، وهنا عندي ايد واجر، وحتى الراس هنا عندي عين وهنا عندي عين، تمام؟ هذا بنسميه ميد ساجيتال او ميديان بلين، تمام؟ في عندنا الفرونتال بلين او كورونال، تمام؟ لهم اسمين، فرونتال او كورونال، برضه بيقسم الجسم لجزئين، واحد امامي واحد ايش؟ خلفي، تمام؟ وفي عندنا ترانسفيرس او هوريزونتال بلين، بيقسم عندنا الجسم لجزئين، جزء فوق وجزء تحت، تمام؟ الفرونتال بلين بيقسمه عندنا زي ما حكينا امام وخلف، او فنترال بطني ودورسال ظهري، تمام؟ والهوريزونتال بلين بيقسموا لايش؟ ل كرينيال، اللي هو كرينيال معناها هيد يعني جهة الرأس، وكودال معناها جهة الذيل، طبعا بأنه فيش ذيل في الإنسان، ولكن يعني كودال معناها هو الجزء السفلي، تمام؟ في عندنا بادي كافيزيز، زي ما حكينا في عندنا تجاويف، في عندنا نوعين تجاويف، تجويف فنترال، تجاويف جاي جهة البطنية، وتجاويف جاي ايش؟ دورسال يعني جهة الظهر. تجاويف الجهة البطنية، واحد التجويف الصدري اللي هو الثوراسيك، تمام؟ بيكون في جواته
تجويفين، واحد اسمه ميدياستاينم او ميدياستينم راح تاخذه مستقبلا، وواحد اسمه ايش بلورال كافيتي، تمام. وعندنا كمان ابدومينو بلفيك كافيتي. ابدومينو، ابدومين معناها بطن، تمام، هذا وورد روت. والاو ايش هي؟ باول. ايوه باول. البلفيك معناها حوض، تمام. ابدومينو بلفيك كافيتي اللي هو ايش؟ التجويف البطني الحوضي. وفي عندنا دورزال كافيتي اللي هو تجويف الدماغي، كرينيال كافيتي، وتجويف الايش؟ الشوكي اللي بيكون في الحبل الشوكي. طيب نشوف صور للموضوع. هنا عندنا ثوراسيك كافيتي، وهنا عند ابدومينو بلفيك كافيتي، تمام. الميدياستينم عشان يعني تكونوا بالصورة، لأنه ما حكيتش عنه، اللي هو التجويف اللي بيكون فيه القلب، تمام. يعني هو تجويف الصدر نفسه بيكون مقسوم قسمين، قسم التجويف تبع القلب، وقسم اللي هو تجويف ايش؟ الرئة، البلورال. طيب هنا ايش بيحكي لنا؟ عن اشي بسموه ابدومينال ريجنز، اللي هم تقسيم للبطن، بنقسم البطن لأكثر من ايش مكان. مال الشاشة هيك بطلت تشتغل كويس. طيب في عنا تقسيمتين. تقسيمة أولانية بتقسمه لكوادرنتس، أربع أرباع، تمام. والتقسيمة الثانية دقيقة أكثر، لأنها بتقسمه لإيش؟ تسع أقسام. جاي عنا ثلاث خطوط، بنقسم الأبدومين البطن لتسع أقسام. هنا الأرباع مبينة، يعني رايت أبر كوادرنت، يعني الربع اليمين الفوق والربع اليمين اللي تحت، ربع الشمال اللي فوق، ربع الشمال اللي ايش تحت. الامور يعني مبينة فيها كثير. هنا طبعا التقسيمة هنا بتختلف، كونه في عنا تسع تقسيمات او خطوط. في عنا هنا رايت هايبوكوندرياك. كوندرو معناها زي ما حكينا قبل، كوندرو ايش؟ اللي هي الغضروف، تمام. فتعالوا نطلع هنا، احنا بنعرف انه القفص الصدري في هاي المنطقة بيكون ايش؟ مكون من غضاريف. وهايبو معناها ايش؟ تحت. فرايت هايبو كوندرياك ريجن اللي هو المكان اللي بيجي تحت الغضاريف في اليمين، تمام، من اليمين، وليفت تحت الغضاريف من الشمال، تمام. في عنا، خلينا ننزل لتحت شوي، في عنا الانجواينال. الانجواينال لانه متعلق بالانجواينال كانال، هون انجواينال رينج، فاحنا بنسميه انجواينال. احفظوه زي ما هو، يعني فيش بصراحة مش عارف يعني كيف ممكن اوصلكم الفكرة بشكل احسن. او ايلياك بناء على العظمة اللي هون، هاي العظمة بنسميها ايليوم، تمام. فممكن نحكي عنه رايت ايلياك او رايت انجواينال، وهنا ليفت انجواينال، تمام، بنفس الطريقة. اللمبر هنا ليفت لمبر ورايت لمبر. لمبر اللي هي الفقرات القطنية، تمام، كلياتنا بنعرف الفقرات القطنية بالعربي اللي هي بتصير فيها الديسك بالعادة. فعنا رايت لمبر وليفت لمبر ريجن. في عنا برضو هنا بالنسبة في الوسط امبلايكال ريجن اللي هو عند السرة، امبلايكس معناها سرة، فامبلايكال ريجن اللي هو اللي حوالين السرة. في عنا فوق ايبي جاستريك ريجن اللي هو مكان اللي بنحكي عنه ايش؟ رأس المعدة، تمام، ايبي جاستريك ريجن. وفي عنا هايبو، هايبو معناها زي ما حكينا تحت، جاستريك ريجن. يعني هاي احسن ايش طريقة تحفظوا فيه الموضوع، مع انه يعني في شيء غير هيك، يعني هاي اناتومي بحت، وبرضه هاي اناتومي بحت، يعني بعرفش، يعني لازم تشوفوا الدكتورة تحكوا لها انه يعني ما تجيبش اسئلة من هون، لانه يعني بكل بساطة يعني هاي اناتومي بعده بدري كثير عليها. يعني اللي بعده، المهم اني شرحت لكم اسمائهم بشكل رئيسي. ممكن تشوفوا الدكتورة إذا بدها
مثلا تحفظوا أسماء الأعضاء في كل جهة، يعني بدكم تحفظوها، شو بدي أعمل لكم؟ يعني موضوع حفظ مفيش فيه فهم. Anatomical position اللي هو هسا احنا عندنا، عشان احنا نعرف كيف تشريح جسم الإنسان، في عندنا إشي بسموه Anatomical position. تمام، الاناتوميكال بوزيشن هذا انه الانسان، يعني لما احنا نيجي سواء كان هسه الانسان نايم او قاعد او اي باي طريقه عامل، احنا لما نيجي بدنا نحكي عن نوصفه بشكل تشريحي، بنوصفه بناء على انه ايش بهاي الطريقه. تمام، فبنوصفه بناء على انه الكف تبع ايديه، الكف تبع ايديه للامام، تمام، باطن ايده للامام، نوصفه على هذا الاشي. عيونه بتطلعوا لقدام، يعني مش يعني لو اجى كان لاف وجهه على اليمين، ما بحكي الخد والشمال انتيريور، لا بحاسبه زي كأنه في هاي الوضعية، فبحكي عن انفه هو الانتيريور. تمام، يا رب تكون صورة وصلت. نفس الاشي لو كان هو عامل في ايده هنا قبضة مثلا، او لاف ايده على اشي بسموه برون، راح تتعرفوا عليه مستقبلا، جايب ظهر ايده لقدام، ما بحكي عن ظهر ايده انتيريور. ليش؟ لانه اصلا احنا متفق عليه انه لما بدنا نيجي نحكي عن الموضوع من ناحية تشريحية، البطن تبع اليد هو انتيريور، هو في الامام. تمام، هنا بحكي عن بوزيشنز تبعون الانسان. في عندنا اول اشي السوباين بوزيشن اللي هو انت نايم على ظهرك، البرون بوزيشن نايم على بطنك، تريندلبرج بوزيشن انت نايم على وين؟ على ظهرك بس راسك جاي لتحت ورجليك مرتفعين اكثر. تمام، وفي عندها اشي بسموه ريفيرس تريندلبرج، يعني عكس التريندلبرج، بكون انت نايم برضو على ظهرك ولكن راسك جاي اعلى. في عندنا الفولرز بوزيشن، هو انك قاعد انت على التخت، راس التخت مرتفع شوي، وركبك شوية شوية صغيرة بس بيكونوا ايش يعني مثنيين، مش مستقيمين كثير، هون مستقيمين كثير. تمام، هاي هون مكتوب slightly يعني شوية flexed 100%. في عنا الليثوتومي بوزيشن اللي هو بيستخدموه في عمليات النسائية، هو زي ما هون مكتوب انه، وينه مكتوب؟ انه انت نايم على بطنك. تمام، الهيبس اللي هم ايش؟ الورك. تمام، الاوراك بيكونوا هم والركب مثنيين، وكمان الافخاذ مبتعدة عن بعضها، abducted ايش يعني مبتعد عن بعضه، externally rotated يعني شايفين الرجل، الانترنال روتيشن انه القدم تدخل لجوا بهذا الشكل، ولكن بما انه القدم مبعدة للخارج هذا بسموه اكسترنال روتيشن. على كل الاحوال هاي هذا الاشي اللي هو اكسترنال روتيشن، تيرن روتيشن، ابدكشن وادكشن راح تاخذوه في المحاضرات الجاي، فيعني تركزوش عليه يعني هسه كثير وضيعوا من وقتكم، بس عشان تفهموا ايش هو الليثوتومي بوزيشن. دقيقة احط لكم صورة لللاترال ريكامبنت او السيمز بوزيشن. هاي صورة لللاترال ريكامبنت، انك تكون على نايم على جهتك. طبعا اللاترال ريكامبنت اللي هو سيمز بوزيشن اللي هو الليفت، انك تكون نايم على ايش جهتك الشمال، لكن ممكن تكون رايت ريكامبنت على جهتك ايش اليمين. طيب هاي الابريفيشنز يعني في شي غير انكم تحفظوها، بس ممكن هيك احكي لكم معانيها لبعض الاشياء. anterior امام، anterior posterior امام خلف، بيوبسي خزعة، completed blood count هاي اللي هو تحليل من تحاليل الدم، CT compute tomography عفوا اللي هو الصورة المقطعية، DNA معروف الـ DNA، ديجيتال سبستراكشن انجيوغرافي هاي نوع من انواع صور تخطيط الاوعيه الدمويه، دايجنوسز اللي هو التشخيص، فروزن سكشن راح تاخذوها بالهيستولوجي او ممكن تاخذوها بالسيل بيولوجي، هي عباره عن نوع من انواع الطرق اللي بنحضر فيها السلايد عشان نشوفها تحت الميكروسكوب، انسجن اند درينج، انسجن معناها قطع او معناها فتح جروح، ودرينج معناها ايش؟
تفريغ، تمام؟ فبيكون هون مثلا بيكون في عندنا تجمع لشوية مثلا قيح، فايش اللي بيعملوه الدكتور؟ بيعملوه بيفتح القيح وبسحبه، تمام؟ درينج. لاترال اخذنا ايش معناها، وهذول اخذنا ايش معناهم. ام ار اي اللي هو صورة رنين مغناطيسي، بي اي تي او بيت سكان، هذا برضو نوع من انواع التصوير معتمد على الاشعة بوزيترون. بوستيريور اخذناها، روماتويد فاكتور هو هذا نوع من انواع التحاليل اللي بيكون موجب في عند الناس اللي عندهم روماتويد اثرايتس اللي هو الروماتيزم، تمام. رايت لور كوادرنت، رابع اوتر كوادرنت اخذناها. سونوغرام اللي هو ايش؟ الجهاز التصوير التلفزيوني اللي هو الالترا ساوند. سبيكت سنجل فوتون برضو هاي نفس الاشي، يعني نوع من انواع التصوير. اس اكس اللي هي سيمتوم، وتريتمنت علاج. يورين اليسز تحليل بول. ابر اند لور يعني علوي وسفلي. الترا ساوند اللي هو من المزلو بيو اس، تمام. واخر اشي بحب اختم بمقولة الامام ابن القيم: الاعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وانما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتيهما كما بين السماء والارض. اهم اشي الواحد دائما يخلص نيته لله سبحانه وتعالى. ربنا بالاخر يعني راح يعرف، بيعرف شو في قلبك. وكلياتنا بنعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيحكي فيه عن اول من تسعر بهم النار، اللي هم ثلاثة: شهيد ضحى بروحه، وعالم ضحى بوقته وجهده عشان يتعلم العلم، وزلمة عنده مصاري كثير. الشهيد لأنه لم يقاتل في سبيل الله، يعني قاتل بين قدام كل الناس أنه قاتل في سبيل الله، ولكن في نفسه قاتل يقال جريء. والعالم تعلم وعلم الناس ليقال أنه عالم. وكمان صاحب الأموال كنزها وأنفقها، كمان مش أنه لم ينفقها، لا، كنزها وأنفقها، ولكن ليقال كريم أو منفق. فالنية هي أهم شيء لازم الواحد يشتغل عليه. أخلصوا أعمالكم لله تؤجروا عليها، وإحنا علينا بالآخر كمان العمل، والنتائج هي رزق من ربنا سبحانه وتعالى. بس أهم شيء إن نكون إحنا مخلصين في عملنا، ونشتغل بطريقة صحيحة 100%. ودعواتكم. سلام عليكم.